إذا كنت رواد أعمال وعندكم عرض تقديمي لمستثمر، البيتش داك العرض التقديمي له طرق أساسية، وفي المضمون، وفي تواصل الأفكار، حبل الأفكار، الفلو، وفي كمان شكله، كيف الشكل العام بيكون تبعوله. المضمون الأساسياته المستثمر عم يشوف طريقة تفكيركم، عم يشوف شو عاملين لهلأ، يعني عم يشوف إذا أنتوا في سوق شغالين فيه أو بس بعدنا أفكار، وإذا كان في سوق شغالين فيه في أمور أساسية بيهم المستثمر أنه يشوفها. المصطلح هو CAC، Customer Acquisition Cost، قديش بيكلف لاستقطاب عميل واحد. وبعدين رح يشوف هالمستثمر اللي بيسمون اليونت ايكونومكس، يعني لخدمة هالمستخدم نحن يعني عنا عميل بدنا نخدمه، شو بيكلفنا لنخدم هالعميل. كرواد اعمال دائما بيحطوا الماركت بوتنشل، يعني كيف السوق، قديش كبروا السوق لهالنوع من المحاصيل، من هالمنتجات والخدمات. هلا هون سلايد وحده كافيه، لانه اذا كبرنا الموضوع يعني بنشوف رواد اعمال بيحطوا 2 3 4 5 سلايدز على هالموضوع، هيدا بدل المستثمر انه انت نحن كرواد اعمال بعدنا ما لنا شغالين كفايه بالسوق لنعرف شو حيكلفنا مزبوط، التكلفه كلها كيف حتكون، فعم نحن عم نشوف لقدام شو. يعني هو كعرض البرزنتيشن بيلعب دور كتير مهم، هو الشكل. بعرف انه البزنس اساسية كيف بتكون، بس اذا انتو حسب كيف عم تتواصلوا معه، اذا عم تبعتوا عن طريق الايميل موضوع، اذا انتو موجودين بديمو داي او واقفين على برزنتيشن موضوع شيء تاني. في كتير تمبليتس موجودة على الانترنت يعني ب 200 ريال، تمبليتس كتير حلوة شكل ديزاين تخلصين، او بنعطى لديزاينر تاني بتعرفوه انتو اللي يقدر كشكليات. تسلسل الأفكار بيلعب دور مهم، لأنه بيفرجي المستثمر كيف نحن عم نسلسل أفكارنا. فنحن بتسلسل الأفكار دائما بنبلش بالمشكلة اللي عم نحلها، بعدين بنحكي إنه كيف إنه هيدي المشكلة قديش كبيرة، يعني قديش في ناس عندها هيدي المشكلة. بنحكي بعدين عن كيف عم نحل هيدي المشكلة، كمان بنحكي شوي أكتر إذا في حال نحن بدنا ناخذ فلوس من هالمستثمر، قديش بيكون قديش نحن محتاجين منه وكيف حنصرفهم. ضروري نفرجي نحن إنه نحن قلنا بدنا منه مليونين ريال، بدنا نقول نحن 20% رايحة منهم تصويق، 30% رايحة منهم تطوير، وكمان بدنا نفرجي قديش بتضاين هيدي الفلوس معنا اللي بسموه runway. الأساسيات هي تسلسل الأفكار، الشكليات كيف، وضروري بالمضمون يكون في كلفة استقطاب العميل، شو بيكلفنا لحتى نخدم هذا العميل، لنقدم الخدمة اللي وعدنا فيها، وكيف مصاريفنا عم تكون ضمن المؤسسة، وكيف فينا نحن نكبر لقدام بعد.